لكن تواريخ المصريين وانتصاراتهم ما بتقفش أبدا، لأن النهاردة كمان عندنا حلقة مميزة في صباح الخير يا مصر، حلقة خاصة بنحتفل بيها بذكرى استرداد أرض طابة، ذكرى مرور 34 سنة على أغلى أرض وأغلى بقعة من بقاع مصر اللي تم استردادها بالمعارك القانونية والمعارك الدبلوماسية. بس أنتوا هو ده الانتصار، انتصار للدبلوماسية المصرية، انتصار لرجال القانون المصريين اللي قدرنا بالتفاوض والدبلوماسية اللي احنا نرجع أغلى أرض لينا مرة تانية. لا احنا كمان بنتكلم يا عبد الصمد ان احنا مصر رفضت ان هي تفرط في سنتيمتر واحد من اراضيها. صحيح. مصر ما وقفتش فقط انه احنا انتصرنا في سيناء، لكن لو في سنتيمتر واحد من اراضي مصر لسه مش معانا، مصر خاضت كل المعارك اللي ممكن تاخدها عشان ترجع الاراضي دي مره تانية. صحيح. لينا معركه دبلوماسيه وقانونيه زي ما انت قلت، فعلا خاضتها القاهره عشان ترجع اراضيها وتثبت وتؤكد احقيتها في هذه الاراضي. بنحتفل النهارده ب 34 سنة على استرداد طابة، رحلة طويلة اتكتبت في سجلات التاريخ المصري عن أشرس وأقوى معركة سلمية انتصرت فيها الإرادة والعزيمة والصبر، وده لتحقيق الهدف في تحرير آخر شبر لأرض مصر الغالية. النهارده حلقتنا من هذه الأرض المصرية، وهتكون معنا زميلتنا العزيزة جمانة ماهر موجودة هناك دلوقتي، وهتورينا وهنشوف وهنتكلم عن يمكن انتصارات طابة. خلونا نصبح عليها. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك يا فسانت، وصباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على كل المصريين في كل شبر فيك يا مصر. زي ما قلت يا فسانت، الحقيقة يمكن المشهد اللي تابعناه امبارح خلال احتفالية بدء مبادرة كتف في كتف هو بمثابة انتصار، انتصار للتكاتف، انتصار لكل المصريين الحقيقة اللي يمكن طول الوقت بيثبتوا ان هم قادرين ان هم يحولوا كل المحن لمنح زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار للحق في العيش بحرية وبكرامة. الحقيقة مش ده الانتصار الوحيد اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة ولا اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. احنا النهاردة معاكم من طابة عشان نحتفل معاكم بالذكرى 34 لاسترداد أرض طابة اللي كانت آخر شبر في أرض مصر الحقيقة كان مكتوب باسمها. مصر الحقيقة يمكن خاضت طبعا حروب عشان تقدر ان هي تسترد هذه الأرض، منها الانتصار العسكري 6 أكتوبر عام 1973 اللي كانت بمثابة نقطة انطلاق ونقطة قوة عشان ننطلق إلى معركة دبلوماسية وقانونية قوية جدا وهامة جدا الحقيقة. يمكن معركة أكدت إن إحنا أحقيتنا في هذه الأرض، معركة قدرت إنها تثبت أحقية مصر في كل شبر مكتوب باسمها، معركة أكدت حقنا بالقانون وحسب التاريخ، حسب كمان إنه يمكن وإحنا بنتكلم على هذه المعركة، معركة كانت يمكن الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. الأرض اللي إحنا دفعنا عنها بالدم والسلام، بالكفاح والصبر، الأرض اللي قدرنا إن إحنا نقدر إن إحنا نرجعها مرة تانية حسب الخرائط والتاريخ، حسب القانون والمفاوضات والقضايا والمحاكم الدولية كمان. مش هنقدر ننسى الكوادر المصرية الكبيرة، القامات الكبيرة جداً، القامات الدبلوماسية والسياسية والتاريخية اللي قدرت إنها تنتصر لمصر في الآخر وأثبتت حق مصر في ملكيتها لهذه الأرض وقت ما أصدرت المحكمة الدولية أحقية مصر في هذه الأرض عام 1988، ثم تم رفع العلم على أرض طابة في 19 مارس عام 1989. والنهاردة طابة بتشهد تنمية وتطور، بتشهد تنمية وتطور من خلال مشروعات كبيرة جدا، مشروعات قدرت تركز على التنمية المستدامة، قدرت تركز على البناء والتعمير والاستثمار في البشر، مشروعات قومية عملاقة الحقيقة في كل القطاعات. ويمكن ده اللي هنتكلم عليه النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر، محاور كتير جدا عشان نقدر نعرف ايه اللي حصل في طابة تحديدا وفي سيناء ككل خلال السنين اللي فاتت. صباح الخير والسعادة والنصر على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا سيناء.